بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا في كل مكان. اليوم موضوعنا عن أبو تريكة وتصريحاته ضد المثليين. محمد أبو تريكة تصريحات نجم الأهلي السابق حول حملات دعم المثليين في الدوري الإنجليزي تثير انتقادات واسعة. أثارت تصريحات أدلى بها نجم كرة القدم المصري محمد أبو تريكة حول حملات دعم المثليين في الدوري الإنجليزي جدلا واسعا في الأوساط الرياضية وبين نشطاء حقوق الأقليات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وجاء حديث أبو تريكة على قناة بين سبورت خلال حلقة استوديو تحليله لمباراة في الدوري الإنجليزي التي جمعت فريق تشيلسي ومانشستر يونايتد. وأشار أبو تريكة إلى الجولات الرسمية التي يدعم فيها الدوري الإنجليزي حقوق المثليين بين 27 نوفمبر تشرين الثاني و2 ديسمبر كانون الأول من خلال ارتداء اللاعبين شعارات تدعم المثليين مثل ربطة ذراع ودبابيس وأربطة حذاء بألوان قوس قزح. وقال بالطبع الدوري الإنجليزي هو الأقوى عالميا من ناحية الفنية، إنما هناك ظواهر لا تناسب عقيدتنا وديننا، وتحدث عن محاربة الأديان السماوية للمثلية الجنسية. كما دعا نجم الأهلي السابق اللاعبين العرب والمسلمين والمعلقين الرياضيين إلى التصدي لهذه الحملات وعدم المشاركة بها. وقال المنبر كاظم بالفيديو أبو تريكة يطالب اللاعبين المسلمين بعدم المشاركة في جولتين من الدوري الإنجليزي. طالب محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق والمحلل الرياضي بقناة بي إن سبورت اللاعبين المسلمين في الدوري الإنجليزي بالتصدي لحملات دعم المثليين في البريمير ليج. وطبعا معروف لدينا من هم الذين يلعبون في الدوري الإنجليزي مثل محمد صلاح، محرز، النني وغيرهم كثير من اللاعبين العرب. وعبر مواقع التواصل الاجتماعي كان من الواضح أن الشعبية التي يحظى بها نجم الأهلي السابق انعكست على آراء المغردين، إلا أن تعليقات أبو تريكة أثارت موجة واسعة من الجدل خاصة بين المجموعات الحقوقية، إذ انتقد الرشداء تصريحات اللاعب المصري وصفتها بخطاب كراهية يساهم في التحريض على الفئات المتهمشة أو المهمشة. ننوه هنا إلى أن اللاعب أبو تريكة هو لاعب الأهلي المصري السابق، وبعد اعتزاله أصبح محللا رياضيا في قناة بين سبورت الرياضية. وبخلال كلامه الذي ينم على شخصيته الإسلامية المرتبطة بالدين الإسلامي وحبه للدين الإسلامي بأنه لا يريد بالشعارات المعادية للإسلام أن تكون في ملاعبنا العربية وخاصة كأس العالم في قطر. طبعا الدول الأوروبية حرين في حال الغاد، ولكن اللاعبين العرب الموجودين في الدوريات الإنجليزية يجب أن يقفوا ضد هذه الشعارات المعادية للإسلام والتي لا تنم عن أخلاق اللاعبين أو أخلاق الرياضة ككل في العالم العربي. كان هذا الفيديو عن أبو تريكة الذي خلال مباراته خلال مباراة بالمبارياته القادمة رفع التيشيرت مكتوب عليه نحن مع غزة. إلى هنا كان هذا الفيديو، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لا تنسوا الاشتراك بالقناة قناة الإعلام عماد زيد، وضع الجرس وتفعيل اللايك، وإلى اللقاء. تستثمر في العقول عشان تقدم لك المباني الممتازة بالعقل والقلب للدول اللي بتقدم هي دي طبيعة الدولة، طبيعة البشر الموجود بتحب بلدها عاوزها تنجح تقدم لها صورة ممتازة تترشح حاجة ماشي تتكلم يبني مشاريع ماشي استدامة ودايما رب سبحانه وتعالى رب هدوء ونوايا مش رب مطر ولا خداع طالما انت قلب سيارة شيء يبقى أهم ميزة كده القطريين الآن إن هم بيستثمروا في البشر وقلبهم طيب الرسالة الرياضية بتخش كل بيت وأتمنى وده اقتراح على الهواء ما فيش ترتيب ما بيني وما بين إدارة القناة في السنين القادمة الجولتين دول لايف من غير استوديوهات وتطلع على صفات الحكم سيبك بقى أنت مش ضامن اللي بيحصل في المباريات وبيحصل في اللعيبة وبتاع فده اقتراح ممكن يقبل يناقش يرفض
لان احنا هنا موجود في كاس العالم 2022. تقول لك ما انتوا هتبيح الخمر وهتبيح الناس الشرب. لا يا حبيبي، انت جاي في دوله اسلاميه، زي ما احنا بنحترم عاداتها وتقاليدها طبعا، زي ما احنا بنحترم ما بنروح نحترم قوانينك وعاداتك وتقاليدك. انت جاي هنا في دوله عربيه اسلاميه لازم تحترم قوانينها وعاداتها وتقاليدها.